السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المنصورة نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن معالم المنصورة. المنصورة هي عاصمة محافظة الدقهلية، طبعا يوجد بها ديوان عام المحافظة. وإذا أردنا أن نتحدث عن المنصورة نتحدث بداية هذا شارع المختلط بالمنصورة وهذه العمارات العتيقة التي تشهد على تاريخ المنصورة. بالطبع هذه العمارات العتيقة التي تشهد على تاريخ المنصورة الممتد. تأسست المنصورة عام 1219 ميلادية، إذن إن شاء الله في فبراير 2022 يكون قد مر على إنشاء مدينة المنصورة 803 عام. وهذا هو شارع المختلط يشهد على عراقة مدينة المنصورة. وعن نشأة مدينة المنصورة نقول أنشأ الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر أيوب من ملوك الدولة الأيوبية في العصور الوسطى في عام 1219 ميلادية 616 هجرية. أنشأ المنصورة على ضفة النيل الشرقية عندما عسكر الملك الكامل الأيوبي في البقعة التي شغلتها مدينة المنصورة بعد سقوط دمياط بيومين. هذه هي مدينة المنصورة وهذا هو شارع المختلط، وعلى بعد خطوات حديقة الهابلان، وهذه من متبقيات متنزهات إسماعيل باشا أو الخديوي إسماعيل. وبالطبع سميت هذه البقعة بالمنصورة، البقعة هذه كانت تسمى جزيرة الورد، سميت بالمنصورة تفاؤلا لها بالنصر. وكان الملك الكامل الأيوبي ابن أخ البطل صلاح الدين الأيوبي قد ظل في الحكم 20 عاما من 1218 إلى 1238 إلى أن توفى في دمشق عام 1238 بعد أن أسس مدينة المنصورة وانتصر الشعب المصري على الفرنجة. عن مدينة المنصورة، عن شارع المختلط، عن هذه العمارات العتيقة، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكرا.